حلقتنا هاي حنحاول إنقاذ واحدة من أجمل مدن العالم، البندقية، مدينة بلا طرقات. وبهيك بتعتمد البندقية على القوارب، بس الدخان السام اللي فيها بيدمر الأبنية التاريخية. ديك وجيم لازم يفكروا بإبداع، بس يا ترى حيقدروا ينطفوا البندقية؟ عم يدور من 5 دقايق، طبيعي يكون في مشاكل. رح ينزلوا للقناة بلا مجداف. في مشكلة مو هيك؟ ايه هيك مبين. ديك هو ضابط سابق بالجيش تحول لمحارب بيئي. وجيم مخترع مهووس بتنظيف البيئة. وهالاثنين عم يقوموا بمهمة لأصلاح العالم بحلول ميكانيكية. وهنن ميكانيكي الكوكب. بهالأسبوع سافر ديك وجيم لإيطاليا ليشوفوا واحدة من أكثر وسائل النقل يلي بتلوث البيئة، وهي القوارب الآلية. واتجهوا لبحيرة البندقية المزدحمة بالسير المائي، بالإضافة للجزر 118 اللي بتشكل مدينة البندقية. في جزر تانية بالبحيرة وقاعدتهم حتكون بواحدة منها، وهي لاتشيرتوزا جنب المدينة التاريخية. وصلت لميكانيكي الكوكب دعوة من البحار الأولمبي السابق ألبرتو سانينو. مرحبا ألبرتو. أهلين. كيفك؟ مرحبا. أهلين فيكم جزيرة تشيرتوزا. هذا المكان تبع القوارب مو هيك؟ إيه هذا المكان المخصص للقوارب. يعني لكن اللغة الإيطالية صعبة شوي، بس شو اللي هني خبرني؟ في شغلات كتير كأنه ما هيك؟ بدير ألبرتو حوض لرس السفن ومكان لصنع القوارب الخشبية، وحاليا افتتح فندق، وبيطمح أنه الفندق يعطي الزوار فرصة لتقدير جمال مدينة البندقية والبحيرة. وهو بيعتمد على القوارب لنقل ضيوفه للبندقية، بس هو متوتر بسبب التلوث اللي عم يسببه. تحدي ديكو جيم هو صنع وسيلة نقل مائية ما بتطلع دخان، بتنقل 6 سياح من البندقية وإلى وحول المدينة كمان. تفضل. وعند ألبرتو المكان المناسب لتبلش تشتغل. ريحتها مثل ورشة شغل. الورشة مو بس خاصة بديك وجيم، إلهم كمان كامل الحرية لاستخدام الأشياء اللي بمكان صنع القوارب. المكان مناسب إلهم. بالورشة لقى ديك محرك خلفي عادي بيستخدم لتزويد القوارب بالطاقة، وبده يورجي جيم قديش هالمحركات الصغيرة سيئة. تفضل ديك. بالمناسبة يا المحرك الصغير الثنائي بيسبب 500 ضعف تلويث محرك السيارة، تصور. هذا المحرك الصغير؟ شيء مذهل. المحركات الثنائية بيستخدموها كتير بالقوارب الصغيرة بالبندقية، وهي بتشتغل على خليط من الوقود والزيت، وعم يقل عدد قطع المحركات وعم بتصير أبسط وأرخص وأخف وزن. هذا بيعني إنه الزيت بضل موجود بالعادم وبيطلع للبيئة، يعني لمياه البندقية. مانك حاسس مثلي إنه بيقرف؟ معك حق، بس إحساسي كل ما لو عم يصير أفضل باتجاه الشيء اللي عم نفكر إنه نساويه. أنا شايف هلأ إنه الفكرة كتير ممتازة. المذهل هو عدم مراقبة التلوث البحري، يعني لو فكرنا حنلاقي المشكلة كبيرة كتير. هذا المحرك صار له 5 دقايق عم يدور، اطلع على كمية التلوث اللي زادتها بقلب المي، فما بالك ب40,000 قارب عم يشتغلوا سوا، طبيعي يكون في هيك مشكلة. بالإضافة لضخ الزيت للمي، محركات القوارب بتلوث الهواء كمان بخليط من الغازات المسرطنة مثل البنزين والتولوين والزايلين. ومو بس المحركات الصغيرة بتسبب المشاكل، سفن الرحلات كمان بتسبب تلوث هائل. برأيك هاي السفن قدي ممكن تستهلك وقود؟ محركاتها أكبر بكتير من محركات القوارب. إيه لازم تكون بتعرف هالشي. أكيد كمية كبيرة. تعرف إنه السفن اللي بتعبر الأطلسي بتلوث البيئة 7.5 ضعف التلوث اللي بتلوثه الطيارات؟
معناتها كمية الوقود اللي بيستخدموها هي 7.5 ضعف اللي بتستهلكه الطيارة لحتى تعبر الأطلسي، مو هيك؟ بس بدي أسألك سؤال، هلأ معقول هن بيقطعوا هالمسافة كلها بجالون واحد؟ مو متأكد. والمشكلة مضاعفة بالنسبة للبندقية، لأن السفن لما بتصل بتنزل السياح ليعملوا جولة بالمدينة باستخدام القوارب. البندقية عبارة عن أرخبيل من 118 جزيرة، بيوصل بيناتها 400 جسر، وبتستخدم 150 قناة بدل الطرقات. وبما أن أكبر منطقة خالية من السيارات بأوروبا فهي فريدة من نوعها. في طريقتين بس للتنقل، مشي أو بالقارب. ألبرتو أخذ ديك بجولة بتاكسي المي الفينيسي التقليدي. بالقرن الثالث عشر كانت البندقية من أكثر مدن أوروبا ازدهار، لأن كانت موقع تبادل تجاري بين أوروبا والشرق، إرثى من أجمل الأبنية المعمارية، قصور وجسور وجنادل كلها بتجذب 16 مليون سائح سنوياً. بالله لو سمحت، شو الأثر اللي بتتركه القوارب على هالمدينة؟ بيتم استخدام القوارب بسبب الحاجة إلى، بس الآثار ممكن تكون خطيرة وسيئة على كل الأشياء اللي بالمنطقة، مثل الطبيعة ومثل الأبنية التاريخية. كمان ممكن تكون الآثار خطيرة على كل الأشياء الطبيعية الموجودة بالمدينة، واللي هي بحالة سيئة أصلاً وبتتضرر بسهولة كبيرة. بيحتوي عادم محرك القوارب على ثاني أكسيد الكبريت، وعند خلطه بالأكسجين والمي بيتشكل حمض الكبريت يلي بتسبب بحت واجهات المباني الأثرية. وللحفاظ على هالمباني لازم تخفيف تركيز ثاني أكسيد الكبريت بالهواء. وكمان التلوث بيقتل الناس، فسرطان الرئة والنوبات القلبية الناجين عن التلوث الجوي بيتسببوا بوفاة 140 شخص سنوياً. بدي أسألك، ليه ما بتمنعوا استخدام المحركات بالبندقية وبتزيدوا من عدد الجنادل، مو أفضل؟ لأنه من المستحيل بالنسبة إلنا أنه ندير نشاط تجاري أو اقتصادي باستخدام الجنادل بس. ميات من الجنادل يلي بتنقل السياح هي بشكل أساسي عامل جذب سياحي، ولسه المدينة بتعتمد على أسطول من الحافلات والتاكسيات المائية لنقل الناس. قوارب البندقية بتشكل كارثة بيئية. نرجع لتشيرتوزا ومهمة ديكو جيم إيجاد حل بديل. شو اللي فينا نعمله؟ تقليدياً الريح؟ عم أفكر كيف فينا نحصل على طاقة الريح بهالقنوات؟ مو نافع. صاحبنا بحار منيح بس مو كل هالقد. الدواسات، شو رأيك بالقوارب اللي بتشتغل على الدواسات؟ أكيد السكان رح يرحبوا بهيك فكرة، مو هيك؟ هلأ انسالي طاقة الدواسات، الطاقة البشرية ما حتكفي، بدنا محركات آلية. شو رأيك بمحرك هجين بين الكهرباء والمازوت؟ محرك المازوت للمسافات الطويلة، وبس يوصلوا لمركز البندقية بينتقلوا لمحرك الكهرباء. ميزة المحرك الهجين هو انه بيعيد التوليد وقت النزول على الهضاب. بس بعتقد ما يزبط بنوب. معناتها المحرك الكهربائي رح نصمم لهم قارب يمشي على الكهربائي. إيه بس لازم تعرف انه صنع قارب كهربائي بيشتغل مثل ما بدنا بهالمسافات مو سهل ابدا. خطرت لي فكرة، رح اساوي قارب كهربائي خلال ساعة. ايه اذا هيك فيك تصنع قارب كهربائي خلال ساعة، وأنا بالنسبة لي حأسبح جنب القارب وقول إنك عبقري بالهندسة. جهز حالك ديك، أنا رايح ساوي. ديك شاكك إنه فيهم يصنعوا قارب بيشتغل بطاقة الكهرباء، لهيك بده إنه جيم يصنع نموذج ليثبت خطأه. حيزودوا بالطاقة بمروحة طيارة بيتحكم فيها لاسلكياً، وباستخدام قطعة طولية من الفولاذ حيصنع عمود ساند ويثبت المروحة، وبنهايته في حامل بالجهة الخلفية من اللوح حيحدد مكان العمود الساند ليتمكن جيم من التوجيه. ومشان استقرار أكتر حيستخدم قطعتين من الخشب مثبتين بأسفل اللوح. شو كيف الشغل؟ ممتاز. بقصد القوارب الكهربائية المستقبلية. صار معي شوية مشاكل بتصنيعها، لأنه القوارب اللي أخذتها لقيت فيها شوية فتحات تسريب. وين الطاقة؟ ليك هي هي الطاقة اللولبية؟ حقلك بس ننزلها على البحيرة. أنا متأكد أنه حتقلي عن سرك بعد فترة. لا تستعجل يا ديك، لا تستعجل. أكيد عم تمزح. هذا المسقاب بينشحن على الكهرباء، يعني طاقة نظيفة. شوف هلأ كيف رح استفيد منه. في حدا حينبل، أكيد أنت والمسقاب يا جيم. هلأ من باب الاحتياط رح أحط هذا الكيس حوالين المسقاب مشان ما ينبل بالمي ويعطل.
خايف اوقع، مانو مستقر كتير. على مهلك ها؟ دير بالك هلا رح اجرب. يلا اتركني جيم. فيك ترجع؟ لك جيم عم ترجع برجوع؟ عم لاقي صعوبة كتير بالتوجيه. مالك مرة تانية؟ المفروض انه يوفر المسقاب الكهربائي دوران منيح، بس توازن جيم عم ينزع التصميم، وبكل مرة بيوقع فيها بالمي بيزيد خطر تعطل المسقاب. في مشكلة مشتركة بين القوارب الكهربائية، هي التأكد من الفصل بين الكهربائيات والمي يلي بتنقل الكهرباء، فإذا انبل المحرك أو البطاريات بالمي حتنقطع الدارة. حلو حلو كتير جهد حلو. شو هالثبات يا حبيبي؟ لازم يلاقوا طريقة أفضل من هاي الطريقة لحماية كهربائياتهم من المي. أنا بعتبر أنه هذا نجاح جزئي، يعني حتى لو أنه ما أنه نجاح كامل. طيب دفعت ثمن فكرتي، بس أثبتت أنه الطاقة الكهربائية هي فعالة كتير، مو هيك؟ كتير؟ إيه بالتأكيد، بس لو كان القارب متوازن أكتر من هيك وحياتك كنت طير طيران وما لحقت تشوفني أبداً. يمكن خسر جيم لرهان، بس هو أظهر أنه القوارب الكهربائية ممكن استخدامها، بس حيحتاجوا لمحرك ضد المي وأكبر بكتير. ألبرتو بده يأسس تاكسي المي على واحد من القوارب اللي انصنعت عنده، وحيضيف إلى سامبيروتا تقليدي بيزيد طوله عن 7 متر وبيتسع بسهولة لست ركاب، بس حيحتاج لمحرك أكبر بكتير من المسقاب الكهربائي. ماني مصدق أبداً إنه هذا هو القارب اللي بده يعيرنا يا ألبرتو. عن جد عن جد؟ شغلي بتطير ضبانات العقل، لازم نهتم فيها كتير. بهالحالة لازم نطلع كل شي لبرا. أكيد حنتخلص من الشغلات اللي ما عم نستخدمها، مثل هاي مثلا. ضروري، لأنه ما بنفهم فيها. قارب سامبيروتا كان مصمم ليكون قارب صيد سمك بيبحر بمياه البحيرة الضحلة، بس حيحصل على مصدر جديد للدفع. أول شيء حيزيلوا الصواري والأشرعة وحبالة، وحيزيلوا المجاديف ومثبتاتها المستخدمة بالجندلة. ليك هذا الشيء ما حنحتاجه بنوبة. وحيشيلوا المحرك الثنائي اللي بيتسبب بمشاكل التلوث، وحيستخدموا محرك كهربائي، بس اللي موترهم هو انه ألبرتو بده تكون طاقته كافية للاستخدام يوم كامل. بالمناسبة جيم، افضل طريقة لحتى نزود المحرك الكهربائي بالطاقة الكافية مشان يشتغل يوم كامل هو انه نستخدم ألواح الطاقة الشمسية. ما بعتقد في حل تاني، ما هيك؟ هي فكرة منيحة لو قدرنا نعملها دارة مغلقة، يعني رح نحط عليه ألواح شمسية بتشحن البطارية الصغيرة اللي هي بتوصل الكهرباء للمحرك، وهو بخلي القارب يروح ويرجع ويجمع الطاقة. شو رأيك؟ لازم يشتغل القارب يوم كامل ليتأكدوا من وجود طاقة كافية فيه. الألواح الشمسية حتشحن 3 بطاريات وحتخزن الطاقة، بس البطاريات حتفقد طاقتها بشكل أسرع من قدرة الشمس على شحنها، لهيك حيركبوا كمية كبيرة من الألواح الشمسية على القارب، وللتأكد من أنه البطاريات حتنشحن بسرعة حيصنعوا ميكانيكية ميلان للألواح الشمسية بتساعد بزيادة معطيات الطاقة لأكبر حد ممكن. حاسس أنه مو كتير متوازن، مو؟ ماسك منيح؟ ايه ولا يهمك. يلا عارن ألبرتو قارب سعره 20,000 يورو، فلازم يهتموا فيه. لازم ندير بالنا منيح على القارب، انتبه رح نكسره. لا تطلع كتير وراك، اوعى تخاف، ان شاء الله ما بيتأذى. ما بقى فيني احمل. لازم يخلصوا الشغل بدون ما يصيبوه بضرر او ينزعوا شكله. يسار، ايه منيح هيك. بعد نقل القارب بسلامة لساتهم متوترين مشان يوسعوا محل العدد الكبير من الألواح الشمسية. برأيي اللي رح نعمله انه لازم نحن نركب عمودين هون، ايه بعدين منحط المجموعة بيناتهم. ايه ماشي، لازم نستخدم الأجزاء القوية من القارب لحتى نثبت العمودين هدول، وهون منحط الجزء الكبير واللي هو رح يكون كتير صلب. بس خلينا نقيس الطول منيح. ايه هلأ جيم بدي أسألك، فينا نطبق نفس الفكرة على أي قارب تاني؟ طبعا فينا. خلينا نبلش لك. ماشي ماشي، بس لحتى نخلص شغلنا بالأول. ديك عم يعمل تجارب على الدفع البحري للقارب اللي حيستخدموه،
حيحتاجوا لمحرك قوي. كل ما زادت قوة المحرك خلصت البطاريات بسرعة، وليحصلوا على طاقة بتكفي للاستخدام ليوم كامل بيحتاجوا للوحات شمسية قوية كتير. بس المشكلة إنه الألواح الشمسية القوية كبيرة وتقيلة الوزن. يا ترى حيشغلوا نظامهم على قارب كان بيشتغل بالأصل بقوة الشراع؟ ديك عم يتحمل مسؤولية الأمور الكهربائية، وجيم عم يتولى موضوع الصواري والهيكل الخاص بالتركيب. جيم عم يشتغل بالصواري، وديك حيبلش الشغل بالألواح الشمسية. عم يجمعها مع بعضها وحيوصلها بالأسلاك حتى توصل الشحنة يلي بتولدها للبطاريات مباشرة. بيتألف اللوح الشمسي من جامعات الطاقة الشمسية الفردية واللي اسمها الخلايا الشمسية، واللي بتشبه الخلايا الموجودة بالبطاريات، بس بدل صنع الكهرباء من المواد الكيميائية بتولد الطاقة بالتقاط نور الشمس. لما بتنزل أشعة الشمس على خلية شمسية بتنطلق الطاقة اللي بتحملها جزيئات ذرية اسمها الإلكترونات وبتطلع من السيليكون. من الممكن إجبار الإلكترونات على التدفق حول دارة كهربائية وإنها تزود بالطاقة أي شيء بيشتغل على الكهرباء. جيم عم يشتغل بالصواري يلي حتقرر ارتفاع اللوحات الشمسية، بس عم يلاقي مشكلة بالمقاسات وحيناقش هالشي مع ديك. هذا هو قاربنا، وهذا جسر البندقية، وهي ديك هي الألواح الشمسية. أي بتميل فبتجمع الطاقة الشمسية وين ما اتجه القارب، وكمان بس يوقف بتمر تحت الجسر. تماما، والجسور هيك بكون شكلها، مو هيك؟ إذا ما خانتني الذاكرة. بس لما بتميل الألواح الشمسية هيك بتمر تحت الجسر. تماما منيح. هن حاسين بالقلق من أنه تكون اللوحات الشمسية أعلى من أنه تمر تحت الجسور، لهيك حيروحوا للمدينة ليقدروا حجم المشكلة. البندقية معروفة بأن مدينة الجسور، ومعظمها عمره مئات السنين، وبالقرن الأخير ارتفعت مستويات المي 25 سنتيمتر، الشيء اللي بيزيد من صعوبة المرور تحت الجسور. إذا كانت اللوحات مرتفعة ما حيمر القارب تحت الجسر. تاكسي المي المجدد اللي بيملكه ألبرتو انصنع قبل الحرب العالمية الثانية، ومن وقتها ما فقد سقفه تحت أي جسر. خلينا نقيس ارتفاع القارب عن وش المي. يلا. متر ونص للسقف. بعتقد انه في مجال لعشرين سنتي كمان، ما؟ اي شايف هالشي متر. اي مزبوط، ما انه كتير، ما هيك؟ بجوز تكون هاي الطريقة المتبعة هون، الجسور والمد. هاي افضل اشارة الهم. سقف التاكسي المائي منحني ليماثل شكل الجسور. لازم تكون الالواح الشمسية مسطحة، وفي خطر بانه ما يسع المكان الها. ماشي. كيف حال الالواح معك؟ منيحة. ليك جيم، هذا هو أكبر حجم ممكن. أنا وصلت الألواح الستة سوا، وصلت هدول اثنين لتوليد 24 فولت، لأنه كل لوح 12 فولت، يعني سوا الاثنين 24 فولت لبطارية المحرك. في عنا هون ثلاث مجموعات كل وحدة 24 فولت، حنحطها بالتوازي لتتجمع سوا وتوصل قدرتها ل 24 فولت. واحد اثنين ثلاثة وصلها. كتير منيح. طالع سلكين البطاريات. هذا شيء مفيد، وأنا رح أصنع هيكل فولاذي صغير رح أثبته هون، وهذا الشيء بخلي الألواح تثبت على بعضها. بعدين منركب عمود الدوران المركزي بالنص، وهذا ممكن تركيبه على الصارية. بهالطريقة بصير جاهز للشغل. منيح، ما حنطول. جيم بلش ببناء هيكل بيحمل الألواح الشمسية وبيخليها تميل. أما ديك فعم يركب ثلاث بطاريات ضد المي بالجهة الخلفية من محركه. المحرك مصمم ليكون فعال لحد كبير، رغم أنه معطيات طاقته هي بقوة حصانين، وبيولد نفس قوة الدفع الأمامي لمحرك ثنائي قوته 6 أحصنة. حنربطها سوا. لازم يتأكدوا من عدم تشويه شكل القارب الحلو يلي عارن يا ألبرتو. هاي الألواح مقلوبة والشغل كله هون، كيف بدنا نخبي الأسلاك اللي؟ رغم أنه الجزء العلوي مبين أنيق بألواحه الشمسية، فالألواح مصممة لتميل، وبهيك حتظهر جهات السفلية العارية. إذا قبل أهل البندقية والسياح بالقارب، لازم الميكانيكيين يغطوا المنظر.
برأيي يمكن يكون أسلوب التصميم هذا مجرب لهالمكان المحلي الضيق، مثل المحلات اللي هون اللي بتبيع البوزة الإيطالية. الألوان الأحمر، الأبيض، الأخضر بتعبر عن إيطاليا، وكمان هذا الشيء بيعطيك شكل حلو على الجوانب. بتخيل إنه هالفكرة كتير منيحة وجريئة. بس بدي لك شغلة، هالشي ما حيشبه اللي عم تحكي عنه بنوب. حلو خفيف، ما تسرق فكرة محل البوزة ديك. ديسيتو. ديك حط خطة، بس لازم يحسن لغته الإيطالية بالأول. صديقي، شاف صناع الأشرعة بمكان بناء القوارب وبيتأمل الحصول على الأقمشة يلي حتفيده. مرحبا. أهلا. أهلين. كيفكن؟ نعم الحمد لله. بدي لكم شغلة، أنا حاستخدم هالقاموس الإيطالي إنجليزي مشان أقدر أحكي شوي بالإيطالي. منيح هالشي؟ طيب ما مش الحال، كمان ما فهمت شو أعمل بحالي. إستو؟ السوتا. السوتا كاسي كبير. آه شو بدك لونه؟ حي الله هذا حلو. خفت دمه لديك، حصلت له 3.5 أمتار من القماش لربط الأسلاك. شكرا، بشوفكن. جيم عم يشتغل لإنهاء هيكل اللوحات، وديك حيصنع جهاز لضبط ميلان الألواح. شكله كأنه جهاز إبحار من القرن 18، مو هيك؟ حنركب القرص وحننقلها للمرحلة الثانية، وهيك حيغير اللوح زاويته حواليه. من ميله هيك فبميل هيك، وإذا ميلناه هيك بيندار اللوح فبيلحق الشمس. فكرة عظيمة. 12 ثقب بالصفيحة الفولاذية بتشير على فواصل 15 درجة من الدوران، وبيحط المسكة عند واحد من هالثقوب منقدر نميل اللوح ضمن مجال 180 درجة. صار وقت تثبيت الألواح الشمسية على الهيكل. وزن كل لوح 7 كيلوغرام، وهيك بيكون مجمل وزن الألواح بيزيد عن 60 كيلوغرام، وهنن حيركبوها على قارب مسطح الأرضية. بوجود كل هالوزن فوق سطح المي، التوازن حيكون مشكلة كبيرة. ديرة، أمرك؟ بدنا نصنع الكهرباء هلأ. أنا موافق. الاثنين مانن بحارين متمرسين، وهنن ما بيعرفوا إذا كانت الألواح الثقيلة حتتسبب بأنه ينقلب القارب. بكرة حيكون يوم الرحلة الأولى، وبيتأملوا أنه ما تغرق الألواح الشمسية حلمون. إجا يوم الاختبار الحاسم، لازم بالأول يركبوا الألواح الشمسية، بس لأنه الألواح ثقيلة طلبوا من صانع القوارب ماتياس مساعدته. مانو كتير سيء. ولا يهمك، أنا مبسوط. روح متمتع. أول شي تركيب الصارية الأمامية. مسكتها؟ يلا دخلت؟ يلا تفوش. ماشي رح ساعدك. آسف ديك. وهنن عم يركبوا الصارية الثانية بيواجهوا مشكلة. الألواح الشمسية الثقيلة بتخلي مزلاج ميكانيكية الميل أقصى من أنه يتحرك. إيه ماشي. إذا كان له مسكة أكبر فيك تركز على انحنائه. جيم راح على الورشة ليصنع من قضيب فولاذي مسكة أطول ليزيد من القوة الرافعة للمزلاج ويعادل وزن الألواح. خلصت. بس بشكل وزن الألواح الشمسية مشكلة، وهلأ عم يتمنوا أنه ما تشكل الألواح مشكلة بالمي. ما في وقت لربط الألواح الشمسية بالبطاريات والتأكد من أنه الصواري مثبتة بمكانها. الاختبار النهائي، خطأ صغير بتمديد الأسلاك حيضطرن لإعادة صنع النظام بكامله. منشغل؟ هذا الاختبار الأول، وديك عنده خطة داعمة. إذا شغلت الجندول حيكون كتير منيح، عندك بطاريات ومحرك وألواح شمسية ومجاديف وحبال نجاة. يلا ماتياس جاهزين. أخيرا نزلوا القارب اللي بيشتغل بالطاقة الشمسية، وبيتمنوا أنه ما تغرق خططهم. جيم ما ساق قارب من قبل، بس هو عم يحاول توجيهه لمكان السفن بيلاقي الشغلة ما لها سهلة. ولما وصل ألبرتو لقى جيم عم يواجه مشاكل عويصة. جيم فيك ترجع؟ لك جيم؟
عم لاقي صعوبة كتير بالتوجيه. خلال دقايق من الإقلاع جيم متعرض لحادث. ألبرتو ما له رضيان على هالشي وحاسس بقلق كبير. أثناء الاختبار التقوا بكتير من الجنادل، في أكثر من 400 بالمدينة، وإلى أفضلية بالمرور قبل القوارب اللي فيها محرك. إذا كان التاكسي المائي الشمسي ما بيقدر يبعد عن طريقه، ممكن تكون الأضرار آلاف من اليورو. ديكو جيم حيختبروا التاكسي المائي الشغال بالطاقة الشمسية. رح يكون آمن؟ إيه حيكون آمن كتير. هذا سؤال مهم كتير. في معنى سترات نجاة إذا بدك، وبتعتقد إنه هذا كافي؟ المهم أشعة الشمس حتولد طاقة للبطارية. صمم ألبرتو سباق ماراتوني للتاكسي المائي الشغال بالطاقة الشمسية. حيتحمل قطع المسافة ساعتين على الأقل، وحيواجه المي تحت الجسور والأنوات الضيقة والزحمة. والاختبار الحقيقي هو لقاء رئيس هيئة المجاري المائية. حيتوجه للمدخل الرئيسي للبندقية. هالرحلة حتمتد على مسافة 3 كيلومتر وحتستغرق 40 دقيقة. شايفين ما أحلى البندقية بلا تلوث؟ بتجنن، تاخذ العقل. المحافظة على الاستقامة بتشكل عبء كبير على البطاريات. لازم يميلوا الألواح الشمسية لالتقاط الشمس بأفضل شكل ممكن. بس الطاقة مو هي أكتر شيء عم يسبب لهم القلق. فبوجود وزن مثل وزن جيم بالأعلى وقارب مسطح الأرضية، خايفين إنه موجة قوية تقلب القارب. عم بدق شوي شوي بالمي، ها؟ عم بيزعجكم هذا الشيء؟ بالنسبة إلي المهم إنه يتحمل وزن الألواح الشمسية كلياتها، صح؟ أنا ما بعتقد إنه هي رح تكون مشكلة، كأنه القارب حامل حبال الأشرعة وفيك تقول الأقل. نجحوا باختبار المي، بس الاختبار الثاني كتير بيخاف منه ديكو جيم. حطوا الألواح الشمسية على الارتفاع المناسب للمرور من تحت الجسور. أنا كل ما بشوف هالجسر وبمر من تحته بسأل نفسي وبقول يا ترى حندق فيه ولا لا؟ إذا تضررت الألواح الشمسية بسبب الجسر، ممكن تتوقف عن شحن البطاريات ويمكن ما تكون طاقتها كافية للرجعة للبيت. بفارق سنتيمترات مرت الألواح، وهن متأكدين من قدرتهم على تدبر أمر أكثر من 409 جسور بالبندقية. بس مع دخولهم أكثر بالمدينة بيواجهوا تحدي جديد، هو الأنوات الضيقة والمنعطفات الحادة. جيم تعرض لارتطام من قبل، بس ألبرتو عم يسيطر سيطرة كاملة على القارب وهو عم يلف على الكواع. وهن عم يتجولوا بالأنوات عم يلفتوا أنظار كتير من الناس. من زمن طويل كانت القوارب الآلية بالبندقية وسخة وبتطالع ضجة، بس هذا نظيف وصامت. مرحبا. شكرا. شو كان رأيه هذا اللي عم يجدف؟ قدر هالشي لأنه مثل ما قال إنه ما عم يصدر الغازات، ونحن ما زعجناه هو وضيوفه. حلو كتير. قطعوا 4 كيلومتر ومرت ساعة، بس بعدهم بنص اختبارهم. من الضروري إنه ديك يحافظ على الألواح الشمسية متجهة للشمس، وإلا ما حيقدروا يرجعوا، ولسه في تحديات لازم يتغلبوا عليها. أنوات البندقية من أكثر الأنوات زحمة بالعالم، والتحدي الثاني لألهم هو حل مشكلة أكبر مجرى مائي بالمدينة، القناة الكبرى. هذا أكبر اختبار للتاكسي المائي، كيف حيتأقلموا مع الزحمة؟ انت تطلع لهنيك وانا حاطلع لهون، ماشي؟ انت لقدام، اتفقنا؟ هيك منيح. شو قال؟ ضربة بتوجع، بس ردود فعل ألبرتو السريعة بتخفف الضرر. يلي بيسوقوا الجنادل بيسمعوا أصوات المحركات لما بينعطفوا حوالين المنعطفات، أما المحرك الكهربائي الصامت ما بيعطي أي تنبيه. للمرة الثانية اليوم اتعرض قارب ألبرتو لضربة. على الطرقات في إشارات ضوئية وشغلات بتنظم السير، بس هون ما في هالشي أبداً. أصبح فيك تفهم ليش ما في قوانين بتتعلق بالتلوث وبالمحرك نظيف بيئياً، ما هيك؟ إيه تمام. رغم الصدمات اللي على قاربه، لسه ألبرتو معجب بالتاكسي المائي الشغال على الطاقة الشمسية،
وهلأ الاختبار النهائي. رتب للقاء بمجلس البلدية مع المسؤول عن تنظيف المجاري المائية للبندقية. ممكن يكون التاكسي المائي الشغال بالطاقة الشمسية هو اللي عم يدور عليه. طبعاً طبعاً بالتأكيد كتير مهم إنه نقدر نعرف رأيه. إيه بجوز يقول للكل اشتروا واحد. ممكن. إذا ما عجبه ما حيكون في مستقبل لإبداع ديكو جيم بالبندقية. بدهن إنه السيد مانويلي. سيد مانويلي. مرحبا. مرحبا. مرحبا سيد مانويل. كيفك؟ أنا مانويلي. سيد مانويلي. هو المسؤول عن مجلس البلدية وعن كل شيء سير والبحيرة. اسمي ديك وهذا جيم. تشرفنا. بدك تقلنا شو رأيك بالقارب اللي عملناه على الطاقة الشمسية؟ غريب كتير وملفت للنظر كمان. استغلال طاقة الشمس لتشغيل المحرك فكرة كتير حلوة. إذا كانت صناعته كتير متقنة وحلوة ليش لا؟ هالنظام كتير مهم. في مباركة مجلس البلدية من الممكن إنه يكون تصميم ديكو جيم هو أساس أسطول من تاكسيات المي الشمسية. واحتفالاً بهالشي عزمهم ألبرتو لشرب العصير. تفضلوا. شكراً شكراً. صحة. يا ترى شو رأي سكان البندقية بقاربنا؟ كان الكل عم يطلع علينا وكانوا عم يسألوا عن جد هالشي بيشتغل؟ ولا مركب محرك رباعي تحته؟ هن عم يملوا كاساتهم، الألواح الشمسية عم تملي البطاريات. ساعة واحدة بس من الشحن بتمدهم بطاقة كافية لرحلة الرجعة. أثبتوا أنه التاكسي المائي الشغال بالطاقة الشمسية قادر بسهولة على أداء مهمة نقل السياح وين ما كانوا بالبندقية. وهذا اللي كان ألبرتو عم يتمناه. بس هي خطوة صغيرة باتجاه حل مشاكل البندقية الكبيرة. سرعة القارب مثل سرعة القوارب الثانية. ايه يعني ما بتتجاوز حدود السرعة. ايه بس أنا ما بعتقد أنه قاربنا حيمشي بسرعة القوارب الثانية. ديك حاسس بالقلق بخصوص سرعته. تاكسي الطاقة الشمسية بده 40 دقيقة ليروح من تشيرتوزا لجوات البندقية. إنه يخفف شي رائع للسياح، بس السكان المحليين بدهن سرعة، وديك بده يكون سريع ونظيف بيئيا. قارب كهربائي سريع. ايه عم فكر هيك. كم واحد مثله شفت؟ ولا واحد. كتير حابب اني اجرب، بس لما بتسرع القوارب بتكون الطاقة اكبر بكتير. فينا نجرب. شو رأيكم ابقى هون كم يوم وجرب بنفسي؟ هيك عم افكر. وهي بتكون حجتنا لنبقى كم يوم كمان. ايه رح نصنع واحد سريع. والبرتو كمان، شو بدك واحد سريع؟ ايه انا بحاجته. وهيك حيصنع الشابين قارب تاني. يلا بشوفكم. مع السلامة. صنعوا واحد وبقي واحد. بسبب حماسهم عم يراقبوا السير بالبحيرة المفتوحة. في فرق كبير، شوف، يعني فيك تشوف القوارب الكبيرة عم تجتاز المي، بتزيحه بصعوبة لتشق طريقة، والقوارب السريعة بترفع مقدمتها وبتنط نط، هذا اللي حنعمله. القوارب التقليدية بتدفش المي قدامها لتشق طريقة، فبتتشكل موجة قوسية. بس الطريقة المثالية للإسراع بالقارب هي الإبحار فوق المي، وهذا اسمه الانزلاق. باستخدام المحرك لدفع القارب للأعلى ضد الموجة القوسية بيعلى القارب المنزلق فوق المي، وهيك بتنزلق المي من تحته، فبتخف المقاومة وبيقدر يمشي بسرعة بفعالية أكبر. لازم بالأول نحسن نجيب قارب خفيف كتير، بعدين بدنا محرك كهربائي لازم يكون قوي كتير. بيحتاجوا لمحرك أوتو ضعف قوة المحرك اللي استخدموه للتاكسي المائي. وللحصول على هديك الكمية من الطاقة حيضطروا لصنع محرك من المكونات الأساسية. أول شي بيحتاجوا لإله هو محرك كهربائي قوي خفيف الوزن، وجيم عم يدور عن شي بمكان صنع القوارب، بس ما في شي بيوفي بالغرض. جيم فكر منيح وخطرت له فكرة عن مكان يمكن يلاقي فيه المحرك الممتاز، بس هو على اليابسة. أخيراً خلصنا من الدوارة عن محرك كهربائي خفيف الوزن. شوف أداءهم شو قوي، بس هن جديين لهالدرجة؟ هن كتير جديين. ليك هذا بطل عالم سابق بسباق العربات الكهربائية، وليك هذا التاني اللي جنبه استثمر جزء كتير من أمواله وعمل الأبحاث الكافية لحتى يوصل للشي اللي نحن جايين نشتري منه. تحت الغطاء في محرك بيقطع 120 كيلو متر بالساعة. رغم انه ما نو كبير كتير بس بيقدر يعطينا 15 واط. شوف شوف طلع منيح، شوف قديش هي معقدة، الحواسيب رح تضبط كل شيء، بس حنعدل عليها لنشوف مدى قوتها. لازم نمضي وقت منيح باختبارها يا ديك. احمر او اصفر؟ اصفر.
الطريقة المثالية لعرض مدى قوة المحركات هي قيادتها. مسموح للشابين بقيادة السيارات الأبطأ، بس حتى هي بتصل سرعتها القصوى ل 90 كيلومتر بالساعة. بس يا ترى هالشي كافي لإقناع ديك إنه هذا هو نوع المحركات اللي بيحتاجوه؟ يلا. بيكتشفوا بسرعة إنه عندهم قوة أكتر من كافية لمهاراتهم بالقيادة. ديك يا صديقي، كتير حلو. ما بعلموكم كيف تسوقوا بإيرلندا؟ ليك إذا سخرنا كل الطاقة حنخلي أصغر قارب يمشي على المي، وإذا نجحنا منكون عملنا اللي بيحتاجه ألبرتو. إذا قدرنا أنه نحصل على محرك ممتاز مثل هذا رح نحقق اللي بدنا إياه. لحظة، أنا الغالب. يلا نلعب. يلا. شوفك بعدين. ديكو جيم صنعوا تاكسي مائي فعال بيشتغل بالطاقة الشمسية، بس لازم يثبتوا انه القوارب الكهربائية ممكن تكون سريعة ومناسبة للتنقل بسرعة. لهيك عم يحاولوا صنع اول قارب سريع منزلق كهربائي بالبندقية. ديك جاب اخف هيكل قارب منزلق لقاه. يمكن الحجم محدود، بس هو الحجم المثالي لقارب كهربائي سريع بالمدينة. ديك، شو هذا اللي هنيك؟ هالشي بيخوف كتير، صغير وخفيف، بس بالحقيقة شكل قارب تماماً. هذا غريب. إذا بدلنا هداك المحرك اللي بوسخ الدنيا حواليه بمحرك كهربائي حلو، رح يكون صامت تماماً وصغير الحجم، ورح يكون قارب بيمشي بهدوء وسرعة. خطتهم هدفها تحويل المحرك الثنائي القديم لقوة كهرباء. رح يشيلوا المحرك الثنائي الملوث، وبيضل عندهم زراعة الدفع الأساسية والمروحة. بعدين بيركبوا محرك كهربائي نظيف وبيوصلوه بشوية بطاريات، ورح يصير عندهم قارب سريع بينشحن بالكهرباء وخالي من الانبعاثات. بس لازم ينتبهوا لطريقة تركيب المحرك الجديد بالمكان الخلفي القديم. إذا كان عندنا شوية فولاذ مناح ومثبتين على هذا الهيكل، منقدر ساعتها انه نلحم من هنيك للصفيحة الفولاذية اللي على المحرك، وهذا الشيء اكيد منيح. يمكن اذا اخترنا الاقتران الصلب في احتمال كبير بانه ينكسر لحاله. اذا اشترينا كمية كبيرة من مواد الاقتران شبه المرينة واللي بتقدر انها تحمل اي انحرافات بسيطة بجوز تزبط. صف القديم مع الجديد بشكل مستقيم بشكل مشكلة. لازم الجمع بين المحرك والمروحة عن طريق عمود وحيد، ولازم يكون قوي. وإذا كان مستقيم فخطأ صغير ممكن يسبب فشل كبير. بيحتاجوا لنظام بيربط بين عمودين الإدارة بشرط أنه يسمح بشوية حركة. قارنة مرنة هي الحل المناسب، ولازم تنتقل كل الطاقة من المحرك، بس أي خطأ خطر بالاصطفاف حتمتصه القارنة. ديك حيستخدم بطاريات التاكسي المائي الشغال بالطاقة الشمسية. كل بطارية وزنها 18 كيلوغرام، ومكانها له أهمية كبيرة. وحيحط بطارية بالجهة القدامانية من القارب وتنتين بالجهة الخلفية. التوازن له أهمية كتير كبيرة بالقوارب المنزلقة. مع تسلق القارب موجته القوسية لازم يتوفر فيه وزن كافي بالمقدمة ليدفع مقدمته للأسفل ولفوق الموجة، وإذا كان توازن القارب سيء ما حينزلق. ببلش ديك يلحم حامل المحرك القوي واللي حيحمل 250 كيلوغرام من الحركة اللولبية. وصلوا القارنة المرنة المطاطية اللي بتشبه الفطيرة المقلية بالمحرك الكهربائي. تركبت، فيك تقول نجحنا. مبين انه احسن بكتير من هداك المحرك العجيب تبع الديزل. طلع على هديك الكبيره، يمكن فيها شي مليار مكون، اما هذا بسيط كتير. في حركه نقل لقدام،
إذا كنا محظوظين لازم تدور المروحة. يلا. يلا. مثل الصخر رح نمد الأسلاك ونركبه على القارب. ماشي. شوي شوي على مهل. المسألة هي مسألة وصله بالبطاريات ومحاولة إبعاد المي عنه. صنع جيم قطعة أخيرة مضادة للمي لينهي الشغل. ليك ليك اطلع ما أحلى هالواجهة تبعه. مبين شكله بياخد العقل مو؟ حيستنوا للصبح ليختبروه. إجا اليوم الثاني وصار وقت نشوفهم إذا حلوا مشكلة السرعة بدون التسبب بالتلوث. صنعوا قارب كهربائي سريع، بس حتى يشتغل لازم يوفر محركهم تدفق كبير من الطاقة لدفعه للأعلى وفوق المي. وإذا ما قدروا يخلوه ينزلق رح يكونوا فشلوا. هذا النموذج نموذج أولي، بس سترة النجاة فكرة منيحة. ما بنعرف شو حيصير. بدك خوذة؟ طلع منيح هون. إذا دخل مي لجوا فيك تضخه بعدين لبرا. بيقعد ألبرتو بالقارب مشان الرحلة الأولى. ليثبتوا إنه شغال حيعملوا اختبارين قيادة وحيستخدموا حوض السفن بكامل طوله. زادوا التيار الكهربائي اللي بيغذي المحرك لأقصى حد ممكن، بس هذا الشيء ممكن يحرق المحرك. ألبرتو بيعطيه دفع كامل وهو ماله رضيان عن هالشيء. عم يحاول يعدل الوزن وعم يحاول يدفشه أكتر لقدامه. طلع طلع عليك وجاي لهون. ما بيقدر القارب إنه يطلع فوق موجته القوسية لأنه ما في قوة كافية. ما طلع؟ بده نص قوة حسان كمان. في مشكلة مو هيك؟ ايه مزبوط. حلم الحصول على قارب كهربائي سريع ممكن إنه ينتهي. السؤال، الفشل الميكانيكي هو بسبب الطاقة ولا لأنه المحرك احترق وهو عم يشتغل بأقصى طاقته؟ صنع ميكانيكيي الكوكب قارب كهربائي سريع بس فشل باختباره الأول. خلونا نرجع على الورشة لنشوف شو القصة. هن خايفين انه يكون المحرك الكهربائي تعطل وهو عم يحاول يقفز فوق المي. القوارب الكهربائية لازم تكون شبه صامتة. في مشكلة بالقارنة والطاقة عم تروح على الفاضي. شوف جيم، هذا حينفعنا كتير. مو بعد اللي صار معنا. هاي هنيك لنتأكد من إن ما صفينا القطع بشكل مستقيم، بس كأن عم تزيد المشاكل، ما هيك جيم؟ مزبوط، عم تزيد من تمايله وعم تفقده توازنه. يعني لازم نزدها فورا، وبدل ما نعتمد على المرونة مشان نحصل على بعض التفاوت المسموح فيه حنصف القطع بشكل منيح، وبدنا نحط وصلة صلبة بين المحرك وبين عمود إدارة المروحة. بس بالمقارنة ما بتصور في شيء مرن أبدا. صح، مجرد خط مستقيم. إذا ما عملناه منيح رح يصير معنا خطأ كبير. ها، المحرك الكهربائي القوي حيعرض عمود إدارة التشغيل لحوالي 250 كيلو جرام من عزم التدوير، وبوجود هالحركة اللولبية القوية لازم يتأكدوا من أنه أزرع التدوير على خط مستقيم تماماً، لأنه أي اهتزازات ممكن تمزق محركهم الخلفي قطع قطع. أسلس بكتير. إذا صار شي حيكون كارثي لدرجة ما بتتصورها. بتخيل بيزبط. ايه، لنشوف شو رأي ألبرتو بهذا القارب. ألبرتو كيف الحال؟ مرحبا. شكرا إنك إجيت. صار جاهز. ليك هذا أكتر شي قدرنا نعمله، وإذا في حدا بده يبحر فهو أنت. جرب يلا لشوف. لازم تثبت إنه القوارب الكهربائية عالية السرعة كتير منيحة. بدنا همتك. حيشتغل، وانت الرجل الوحيد اللي حيثبت لنا هالشي. يلا ماشي لنشوف. الشمس عم تغرب وما في قدام ألبرتو وقت. خايفين انه ما يكون المحرك قوي كفاية، بس حتى ينزلق ألبرتو بالقارب لازم يعطيه كل القوة الممكنة.
لما بيشغلوا بالطاقة الكاملة حينتج المحرك 250 كيلو جرام من القوة يلي بتكفي لتكسير عمود إدارة الساند لقطع. قدامه فرصة واحدة بس، ورغم المخاطر بيحاول ألبرتو دفع وزنه لقدام قد ما فيه. وزنه عند المقدمة حيدفش القارب فوق الموجة القوسية. ما عم بسمع ولا صوت. كل شيء أو ولا شيء. إيه شو صار معك؟ حيكون في بالمحرك قوة كافية لدفع القارب لينط ببداية تشغيله، ولا حيتفكك لقطع عند التشغيل؟ برافو! شي حلو كتير! يسرع ألبرتو بأول قارب كهربائي سريع بالبندقية. والله رائع رائع! بالجولة الثانية في قوة زايدة. ممتاز! بيّن ديكو جيم أنه ممكن استخدام المحركات الكهربائية لتزويد القوارب السريعة بالطاقة بدون المحركات الثنائية. أعطينا سان بيروتا شعور كتير حلو مو هيك؟ إيه بس هالشي مذهل. متوازن تماماً على المي. طلع لهون رح ساعدك. قرب شوي قرب. تعا يا صديقي قرب قرب. فكرت انه ما حننجح ما هيك؟ ايه نجحنا اكيد. انت اللي نجحت. اللي نجحت. انتو عملتوا شي رائع. القارب عم يشتغل وانا شبه جاف. شكرا كتير كنت رائع. شكرا. تشربوا عصير؟ بيعرف شو بدنا. ها ديكو جيم اجوا للبندقية وانصدموا من كتر التلوث اللي بتتسبب فيه محركات القوارب، وباستخدام قارب تاريخي وتكنولوجيا القرن 21 صنعوا تاكسي مائي شغال بالطاقة الشمسية. وبصنع أول قارب كهربائي سريع نسبياً بالبندقية أثبتوا أنه من دون التضحية بالسرعة ما رح يقدر سكان البندقية أنهم يتخلوا عن المحركات اللي بتشتغل على الوقود. ركاب جيم؟ يلا. بلايتي محطتنا الجاي. المحطة الجاية ما حدا بيعرف وينها. افكر بالفرق، لو كان عند الكل من هذا شو بيصير؟ ما بدي فكر إلا بالسطل المليان زيت اللي حطينا المحرك الثاني فيه. معناته خلينا نبلش بالتحدي الثاني. يلا.